الشناوي بس عشان دكتور ابو العيله طبيب المنتخب قال لك احنا هنعمل اشعه، هيعملوا اشعه ويحددوا مدى اصابه الشناوي، هي اصابه في الكتف. اشمعنى دي بقى الدكتور هنا طلع ما طلعش ليه بعد الماتش اللي فات وقال لك ان صلاح؟ ما انا برضو بعيب هنا لان الاتحاد الكره لا اقسم بالله لو كابتن برضو هيعملوا اشعاعات. اسمع بقى ماشي, ماشي. اسمع اتحاد الكره وقال ان اصابه لا لازم برضو. يطلع دكتور لان ده محمد صلاح اللي هم عايزين الهجمه تبقى عليه هو اللي يشيل الليله وهم يستخبوا لان هم الفشله هم السبب في مجابان المدرب ده فهم عايزين يداروا ويشيلوا الليله كلها لصلاح. طيب ده من خلال المركز الاعلامي وان الدكتور ابو العلا قال ان في اشعه طلع النهارده الدكتور ابو العلا لا هو ده من خلال المركز الاعلامي. انا اول مره اسمع النهارده ان في دكتور معانا اسمه ابو العلا طالع يقول ان لا ما قالش المره اللي فاتت ما هلغط ده كله يا كابتن المركز الاعلامي يا عم يطلع حازم امام يدافع عنه عشان صلاح يعني قمة طبعا طبعا ما اللي حصل ده شككوا في مين خلى الشعب المصري كله قلب عليه يعني انا بصراحه لا واللي فاهمين يا كابتن ما يعني ما مش كل واحد ما هو كله بيقول لك هرب وصلوا للناس ان هو هرب من المعسكر عشان يروح يلعب الماتش اللي جاي بتاع ليفربول. كابتن انت في مشكله عندك في جود ديفوار يا فاروق محدش يعرفها ان رئيس البعثه بيطلع يهاجم على الفيسبوك وعلى تويتر اللعيبه واللعيبه منعتهم من دخول التدريبات على فكره هو اللي هو موجود رئيس البعثه وبيتعاملوا مع حازم يعني انت لازم تسال في الموضوع ده ان انت عندك مشاكل اداريه في ابيجان ان انت النهارده للعيبه كل عايز يجي انا بقول لك انا بقول لك هو رئيس منع رئيس البعثه انه يخش التدريبات وعلى فكره ده خبر اكيد النهارده ده رئيس البعثه اللي موجود هم بيتعاملوا مع الكابتن حازم امام على انه هو رئيس بعثه في مشاكل موجوده يا فاروق المعلومه دي عندك يعني معلومه دي عندي وفي مؤكده اسال فيه ويطلع مع احترامي انا مع احترامي ليه يعني مع احترامي لكن يا فاروق في يعني واضح ان في ناس يا فاروق دي غريبه ليه ده مش غريبه فاتت استنى بس ما هو طلع واتكلم بعد ماتش الكاميرون لما دخل قال لهم مش عارف 300 دولار لكل لعيب محمد صلاح موجود واللعيبه المحترفه 300 دولار مكافاه فطلع الكابتن المدرب العام ساعتها قال لك ده ما يجيبوش ربع كيلو جبنه رومي فاكر ولا مش فاكر؟ لا مش فاكر لسه اسال ليه جبنه رومي؟ اسال الكابتن اسال الكابتن قال لك بسطرمه باين ايام ده بسطرمه ده قال لك بسطرمه مش جبنه كان كروش موجود ايوه ما هو كان برضو رئيس البعثه واخد بالك واللي قال لك اللعيبه اتريقت عليه والكلام ده ازاي يا جدع يبقى ده راجل مسؤول في اتحاد الكره اللي هو احنا كلنا ماشيين وراهم ازاي يدير منظومه زي دي يعني انت تدي 300 دولار مكافاه ماتش الكاميرون اللي وصلك للنهائي ومحمد صلاح واللعيبه يا كابتن رضا هي في النهايه يا فاروق ويا فاروق زي ما أيوة. زي يا فاروق زي ما قال كلام مين يا فاروق ساعتها اللي موجود ولا كان مين ماليش دعوه اي يا فاروق مين النهارده اللي بيحصل ده لازم يطلع فيه استفسار من الكابتن حازم امام فين الكابتن حازم عشان موقف صلاح مع احترامي لا اختفى عشان صلاح يشيل الليله والاتحاد يبقى بريء من كل اللي بيحصل عشان عايزين يقعدوا على هو عشان تقعد على الكراسي يا فاروق لازم انت يا مش عايز صلاح معلش عملية التشكيك ده مش تشكيك يا بقى بص يا فاروق واضحه لجمهور مصر كلها يشكك في محمد انت النهارده عشان الجماهير تفهم وتبقى واعيه ان انت عندك نجم كبير حرام ان في حمله ممنهجه من بعض اللعيبه الكبيره القدامى عايزين يخلصوا على الراجل ده صلاح موجود على فكره وصلاح بعد المباراه الراجل نزل احتفل مع اللعيبه وفرحان وعايز اقول لك على حاجه واكد لك انت صلاح من مصلحتك انه يسافر يتعالج ويرجع طبعا. وانت بس ده لو ان شاء الله ان شاء الله كملنا بامر الله